بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، معجزة زادتني إيمانا. الحقيقة أنا شخصيا عندما بنيت إيماني بنيته على أساس علمي أولا، وعلى دراسة طويلة لآيات القرآن العظيم. لقد درست آيات القرآن آية آية، 6236 آية. لا توجد آية واحدة فيها مشكلة من الناحية لا العلمية ولا المنطقية ولا حسب قواعد علم النفس ولا حسب قواعد الطب الحديث أو علم الفلك أو غير ذلك. حتى علم الرياضيات تجده في القرآن العظيم بشكل غزير جدا، سبحان الله. سأضرب لكم مثالا واحدا، بالفعل هذا المثال يجعلني أخشع. طبعا هو يتعلق بتركيب القرآن، حروف القرآن، كيف رتب الله هذه الحروف في القرآن العظيم. أيها الأحبة، 114 سورة، 114 سورة. ضمن هذه 114 سورة هناك سورة واحدة تحمل اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد غيرها، وهي سورة محمد. النبي محمد عاش 63 سنة، وهذا الرقم رقم إعجازي. الله اختار هذا الرقم لأنه رقم معجز. كيف علمنا ذلك؟ بدأنا بالبحث عن حروف اسم محمد في القرآن العظيم. طبعا القرآن 114 سورة، سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، إلى آخره. هناك سورة واحدة في القرآن، انتبهوا أيها الأحبة، سورة واحدة فقط في القرآن حروف اسم محمد، يعني ميم حاء ميم دال، لو جمعنا هذه الحروف داخل هذه السورة يعطينا عدد له علاقة بعمر النبي. السورة الوحيدة هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثال أو بكلمة أخرى، مثلا سورة الفاتحة حرف الميم تكرر فيها عددا من المرات، حرف الحاء والميم الثانية والدال. قمنا بجمع هذه الحروف نحصل على عدد محدد ليس له علاقة بالعدد 63. طبقنا هذا القانون على سورة البقرة نحصل على عدد أكبر، لأن سورة البقرة أطول، عدد الميمات فيها أكبر، عدد الحاءات الدالات أكبر. جمعنا حروف محمد في سورة البقرة وجدنا عددا كبيرا ولكن ليس له علاقة بالعدد 63. آل عمران كذلك، النساء، المائدة، كذا كذا، حتى وصلنا إلى آخر القرآن. السورة الوحيدة التي نجد حروف اسم محمد لها علاقة بعمر محمد صلى الله عليه وسلم 63 هي سورة محمد. طيب كم عدد حروف محمد؟ عدد حروف محمد في سورة محمد يساوي 63 ضرب 8، 63 ضرب 8. 63 هو ما هو؟ هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، والثمانية ما هي؟ هي عدد أبواب الجنة. طب لماذا نقول هي عدد أبواب الجنة؟ لأن أطول آية في القرآن تتحدث عن الجنة تقع في سورة محمد. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، إلى آخره، آية طويلة. هذه أطول آية في القرآن ذكرت فيها الجنة، نجدها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عدد حروف اسم محمد ميم حاء ميم دال يساوي 504 ويساوي 63 مضروب بثمانية، عمر النبي مضروب بعدد أبواب الجنة. كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان بلغة الأرقام، يرسل لك إشارة ويقول لك
إذا أطعت هذا النبي ستدخل من الجنة ذات الثمانية أبواب. سبحان الله. بالتالي أيها الأحبة، أنا عندما أرى هذه المعجزة، طب هذا يزيدني إيمانا والله. طب لماذا لم تنطبق هذه القاعدة إلا على سورة محمد؟ لو كانت القضية تحدث عن طريق المصادفة لكنا رأينا على الأقل سورة ثانية أو ثالثة، كنا رأينا مثلا هذا العدد يتحقق في سورة ليس لها علاقة بالنبي محمد، في سورة مثلا الذاريات، سورة الروم، أي سورة أخرى. ولكن عندما تجد أن السورة الوحيدة التي عدد حروف اسم محمد فيها لها علاقة بعمر محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة محمد، أنا هذا يزيدني إيمانا وخشوعا. وأدرك هنا نقطة مهمة أيها الأحبة، أن هذه السورة العظيمة عبر 1400 سنة، لو فكر أحد أن يضيف حرف ميم، أنا لا أريد أن أقول أضاف مثلا حرف، أضاف كلمة أو حذف آية، لا، أضاف حرف أو حذف حرف سيختل هذا البناء، سينهار تماما. وبالتالي حرف الحاء مثلا أو الدال، لو أنه جاء أحد وأضاف حرف دال واحد لأي كلمة سيختل هذا البناء. وبالتالي أقول أيها الأحبة، هذه المعجزة لماذا زادتني إيمانا؟ لأنه ثبت لدي أن هذا القرآن لم يحرف، يعني هذا دليل إضافي أن هذا القرآن لم يحرف، ودليل آخر أنه كلام الله، لأن هذه التركيبة المعقدة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها. يعني إذا طلبنا اليوم من أدباء الدنيا وعلماء البشر أن يأتونا بمثل هذه المعادلة الرقمية صعب جدا، فكيف إذا وجدنا في القرآن آلاف المعادلات الرقمية، آلاف. والله إن هذه الآية لتشهد أيها الأحبة وهذه المعجزة أن هذا النبي أيضا صادق في دعوته، لم يأتي بشيء من عنده، بل بلغنا القرآن كلمة كلمة وحرفا حرفا كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولا نملك إلا أن نقول كما قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.